Para el estado de alarma nacional dictado en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una propuesta hecha por el vicepresidente del Parlamento. El Parlamento venezolano es la hiata الوحيده التي تسيطر عليها المعارضه يعلن حاله الطوارئ في البلاد بسبب ازمه انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمه كاراكاس منذ ايام وعن معظم المدن الفنزويليه. وحسب المرسوم الذي تقدم به الرئيس بالنيابة خوان غويدو وصادق عليه البرلمان، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في كل التراب الوطني بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع التيار الكهربائي. ودعا غويدو الذي يحظى باعتراف نحو 50 دولة كرئيس بالنيابة للبلد الجنوبي أمريكي، دعا إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الوضع في فنزويلا، ووصف الأوضاع بالكارثية مشيرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي حصد أرواح العشرات منذ أسبوع. وحملت مجموعة ليما نظام نيكولاس مادورو حصريا المسؤولية في إغراق فنزويلا في ظلام دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي بالعديد من المدن، مما تسبب في وفاة عشرات المرضى بالمستشفيات.